استاذ عبد الناصر، بنرحب بحضرتك. اهلا بيك، ربنا يخليك. اهلا بحضرتك، عايزين نعرف راي حضرتك في الدوري، ومين المرشح الاقرب للدوري السنه دي؟ هو لغايه دلوقتي الاهلي ماشي كويس في الدوري بشكل كبير جدا، ولكن الامور لسه بدري، لان في منافسه شرسه وضغط المباريات ربما يؤثر بالسلب على كل الفرق في المستقبل، ولكن الاهلي اقرب للفوز بالدوري هذا الموسم. رأي حضرتك في دوري ابطال افريقيا والزمالك النهارده خلاص تم اقصائه بشكل رسمي، الاهلي النهارده كسب بنتيجه كاسحه 4-0 على حساب القطن الكاميروني، شايف حضرتك الاهلي ممكن يكمل ويتوج بالبطوله؟ المشكله ان الاهلي مصيره ليس بيده، لازم صن داونز يفوز على الهلال. صحيح. والهلال في مباراه الاهلي يحسم اموره، فمصيره ليس بيده. نتمنى ان صن داونز يفوز عشان الاهلي يبقي على حظوظه، ويبقى الفوز بتاع النهارده برباعيه على القطن له مردود ايجابي، ولكن للاسف الشديد الزمالك يعني الامور سيئه، وانا مش عايز اكون قاسي لان انا مساند بقوه للكيان، لانه بيمر بظروف صعبه جدا، ودايما الفرق الكبيره تمرض ولا تموت، واتمنى ان الزمالك يرجع بقوه، ولكن ردود فعلنا في افريقيا على مستوى انديتنا الاهلي مردود الاهلي في الدوري افضل، ولكن اللي انا عايز اقوله لك نتمنى ان يعني يكون وضعنا الكروي افضل، لان عندنا مشكله كبيره، دوري هزيل لازم نعترف بده، مردوده افريقيا زي ما انت شايف ضعيف، وعلى المنتخبات سيئه، فاتمنى في المستقبل ان الدنيا تكون افضل ان شاء الله. ان شاء الله. راي حضرتك في المنتخب الوطني واختيارات روي فيتوريا، شايف ان ممكن محمود كهربا يكون موجود في الاختيارات القادمه؟ بص، هو محمود كهربا فرض هيصطدم بعقوبه محليه في الدوري خلال الفتره اللي جايه، ستعلن خلال الايام اللي جايه زي ما المعلومات اللي عندنا بتؤكد، ولكن بص منتخبنا يعني انا مش متفائل، لان المنتخب بياخد قماشه من الدوري والدنيا مش بالشكل اللي تخلينا نبقى مطمئن، ولكن خلينا نصبر ونشوف الدنيا فيها ايه، ونتفائل، تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. اخر حاجه بالنسبه لعقوبه كهربا او غرامه كهربا مع نادي الزمالك، شايف حضرتك ان النادي الاهلي هيساعد كهربا؟ لا، الملف ده انتهى، وكهربا هيدفع الغرامه خلال ايام، والاهلي ليس له اي علاقه بالموضوع، والفلوس هتدفع خلال الايام اللي جايه مع اخر يوم في العقوبه، وهذا الملف انتهى تماما. بشكر حضرتك جدا. شكرا.